انك تعطي تصفط للرجال اللي قدامك وتصفط للشخص اللي قدامك كلمه الحق وتقولها كثر ما تقدر، اعرف انه بدال السياره راح تجيك خمسه. صح، هو اللي راح يسوي لك دعايه. كويتي ولا مو كويتي؟ تقول له كويتي، يقول لك ورني بطاقتك. من باب الضحك يعني، طلع بطاقتك طالع، ولا كويتي ومطيري طبعا مسجل. والله ونعم. ما عليك زاد. اليوم حنا في شويخ الصناعية عند كراج أخونا محمد صهيبي، ميكانيكي كويتي. نبي ندخل معاك جولة خفيفة بسيطة، نبي نعرف التطور اللي قبل سنتين والحين شنو صار. يا حبيبي ساعة كبرك، شنو صار مع أخوي محمد؟ أوه، اختلافات كبيرة. ها، اختلافات كبيرة. يعني في قصص حلوة بإذن الله. يلا بسم الله. يا مرحبا، حيا. المشروع فكرته بشكل عام مو فقط تصلح بس، يعني في شيء اسمه خدمة عملاء، في شيء اسمه عمال، تعامل مع عمال، تعامل مع موردين وقطع، فهذا كله كنت أنا أجهل، أنا أعرف أصلح بس. زين أبو حسين، شو اللي خلاك تقعد بينك وبين نفسك تقول والله بشتغل كرة سيارات؟ هل أنت يعني كنت حاب الميكانيكا أو عندك سيارة سبورت أو غيره ولا؟ شوف، أنا مثلي مثل كل الشباب، يعني أول ما أطلع من 17-18 بتولع بالسيارات. حلو. أشكال وأنواعها. بعدين بالصدفة خذيت لي دورة ميكانيكا سيارات، أساسيات الميكانيكا. خلنا نقول بعدها شوي تعمقت في الموضوع وحبيته، زائد إن عاد نرجع عشان ما أكون مثالي في الكلام، كان مردودها ممتاز. يعني مردود العمل ممتاز. ممتاز. هل نشوف مثلا أبو حسين كبر الكراج هذا بعدين؟ بإذن الله. زين. بإذن الله وقريبا بعد. ها، إن يسر الله. أسأل الله يوفقك. الله يجزاك. سيارة جابولك إياها كانت مرة على 1000 كراج. إيه. وانت صدت العطل. صدت العطل. العطل كان شوي تقريبا غبي إن صح التعبير. إيه. زين. جتنا سيارة ما تعدى 130. ما تعدى 130. ما تطوف 130. ما تطوف 130. وديناها سووا لها كمبيوتر، فحصوها بكمبيوترات، فحصوها عند اللي يفتحون الفصلات، ما فتحت، ما في شيء. شنو طالع المشكله؟ سويتش. تجي من الوكاله لها سويتشين، سويتش اساسي وسويتش خلينا نقول ثانوي. السويتش الاساسي الراعي ها يوصل ل 220، السويتش الثاني فهو كان شاريها مستعمله ويا السويتش الثاني، بس بدلنا على السويتش وصارت امور. بس بدايتي انا كنت اكره الحر ومنقسم هالموضوع. صحيح. شو اللي غير الفكره معك؟ اللي غير الفكرة، اللي غير الفكرة أمانة يعني شلون أوضح، شغلة نفسية يعني، عطاني الموضوع هذا شيء من الأهمية، شيء من القيمة. قبل كانت ما بعد الدوام الرسمي واحد ينام، عندنا قهاوي وما عندنا سالفة، نفس الجروب، نفس السوالف، نفس الإنتاجية الصفر طبعا. بس هذا عطانا قيمة مثلا مع الدائرة اللي حولنا، عطانا قيمة بالمسجد، عندنا كثر ما تقدر قاعد تخدم ربعك، أنا أقول أصدقائك. هذا هو السر، أنك كثر ما تقدر تصفط وتقول كلمة الحق. أحياناً ما يجيك المردود المادي اللي أنت تتمناه، ولكن اعرف أن اللي أنت خدمته راح يرجع لك مرة وثانية وثلاثة، ويقدر يوزع الفكر لأكثر من واحد. قول حب ما تعمل لكي تعمل ما تحب. يا سلام عليك، هذا أنت ماشي عليها. الله يطول. اختصرت عندي الكلمتين. اختصرتها كاملة. يعني ما شاء الله، كم عمرك الحين؟ الحين السؤال هذا يزعلني ترى. لا أقول عادي. توك شباب. دشيت الأربعين. ما شاء الله. يعني عمرك 40. انا ودي اجحد بس الكاميرا صايدتني على جنب يعني، فالبياض. لا لا عادي، وقار هذا ما له شغل، عادي. الرا قادر صبغ وكاله. دامنا بشوي صبغ وكاله. صح. يا حبيبي ابو حسين.